مرحبا بكم متتبعين قناة عبير على عدد بث مباشر مباشرة من أي تملل. اليوم معنا نادية المراكشية بطلة الروتين اليومي. اليوم غتحكي لنا القصة ديالها. تفضلي. السلام عليكم خوتي وخواتاتي المغاربة، كنتمناكم كاملين إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. أنا واحد الأم مطلقة، عندي جوج بنيتات، عندي جوج بنيتات وباهم تخلي عليهم ما كيسولش فيهم، وانا مهرسه نظري ما كنقدرش نخدم. ودرت درنا واحد شن في اليوتيوب، تمنينا زعما الناس باش يعاونونا ويستقبلونا ويشوفوا فينا مثلا كحاله انسانيه، لان لا حول لي ولا قوه، ولكن للاسف ما كاينش الدعم، ما كاين. واش درتي ديك القناه؟ واش تفاعلوا معك الناس تعاونوا معك؟ لا، في الاول ما كاين والو، كاين تفاعل. لا ما كاين. وداكشي دير بنتك الروتين اليومي، داكشي ما كيحرصوش. داكشي خويا داك الروتين اليومي اللي الناس بزاف هضروا بزاف، وصحاب القنوات ركبوا على الموجة والفاشلين. كنقول لهم لهنا بنتي راه دارت داكشي كمناشدة، بنتي دارت داكشي، داروا لها الجوع، داروا لها القهر، داروا لنا الكرة، داروا لنا ما عندناش لا حول لنا ولا قوة. ماشي دارته هي حبا فيه ولا كمتعة ولا لا، ما كملتش فقط كمناشدة. لا ما كملتش، هي في الاصل ما كتقراش مزيان، وثانيا الظروف ما ساعدتش. بغات دير الحلاقه، ولكن دابا حاليا ما كاين حتى شي حاجه. وانا تنحشم في حقيقه، حيت عييت من ناشد وعييت من هضر وعييت من نطلب مسؤول الحقوقيين والجمعويين، حتى حاجه ما كاينه، حتى حاجه ما كاينه، حتى واحد ما تفاعل، حتى واحد ما تفاعل. فاش درتي الروتين اليومي شتي جمعيات داروا بك الشكايه وناضوا بالضبط؟ جمعيه بغيو يتشهروا وبغيو يطلعوا على مراكشيه صافي، حيت اش هي كما مشاو دعوني، علاش ما يخلوش القانون مني انا وياهم القانون؟ علاش مشاو تصوروا؟ يعني هما بغوا الشهره، مادام دعيتيني وانت عندك الحق صافي خليك بينك وبين المخزن، علاش مشيتي تصور؟ زعما هاني هنا وهانك هنا، هو تجي عندي تقولي شنو ضرك الا كنتي جمعيه فعلا، ولكن حيت الجمعيه فاشله وبغيتي تشهر وبغيتي تبرى مشيتي تصورتي. واش حتى شي جمعيه ما تعاوناتش معاك؟ ما كاين حتى شي حاجه خويا، هاني وجهي ديالهم، ما كاين حتى شي واحد، ما كاين حتى شي حاجه فقط. كاين صحاب القنوات كيطلعوا المشاهده راه كادر المراكشيه راه كالريطه، هذا ما كاين حتى شي حاجه نهائيا. انا فقط كنطلب الناس اللي في قلبهم الرحمه، والناس اللي عندهم ظروف وحاسين بيا، والناس اللي في قلبهم المحنه يدخلوا عندي قناتنا ديال مراكشيه ويتعاونوا معايا، حيت انا ما عندي حتى شي حاجه ومهرسه نظري وما نقدرش نخدم، وكنتمنىكم تفهموني. وانا راه ارضاء الناس غيره تدرك، ما غاديش نقدر نرضي كلشي. مؤخرا درت الحجاب باش نوطن. انا خويا ماشي دايره شي حجاب، دايره حجاب زعما محجبه. بنتي دارت الحجاب، بنتي دارت الحجاب. انا ما انا دائما لابسه بحال هكا، دارته انا دائما لابسه بحال هكا، حيت الحجاب الا جينا نهضروا عليه، الحجاب راه بحر، خصك بزاف ديال الحوايج باش تكون داير الحجاب على حقه وطريقه. بنتي دارت الحجاب، انا دائما لابسه هكا عادي. كيفاش كتعيش نادية حاليا دابا؟ صراحة واحد الظروف اللي ما كنتحسدش عليها، واحد الظروف اللي ما نبغيهاش خويا ولا اختي ولا داك اللي تينتقدني ولا داك اللي تيعايرني ولا، وتنقول دوك الناس اللي تتعايروني ولا تنتقدوني الله يعطيكم الشفا الفرحة اللي تنسيكم فيا. هادشي اللي نقول. نادية كارية ساكنة بوحدها؟ كارية. شحال من البنات عندك؟ عندي جوج بنيات وكارية ب 1500 درهم بالموضوع. هاد المصاريف فين كتجيبو؟ ما خدامة؟ عنديش دابا خويا، الله غالب والو. رسالتك للمغاربة اليوم؟ رسالتي للمغاربة تنقول لهم الله يجازيكم بخير، رحمونا حنا ما إلا وليات. وأنا واحد السيدة مهرسة منظري، كنعاود نقولها، والناس اللي كيقولوا لي مشيت خدمي، أنا راه مهرسة منظري، وما بغيت حتى شي واحد، ما بغيت حتى شي واحد شي حاجة بحال هكا. كنتمنى إن شاء الله الحياة تكون القادم أحسن، حيت صراحة دوزت مصاعب ودوزت حوايج خايبين في الحياة، ولكن كنتمنى الله يفاجئ على الجميع والله يسر جلالة الملك. كاين حتى شي خدمة تقدري ديريها أنا ديال مغاير الروتين؟ أخويا أنا بغيت ندير شي مشروع، ما خصني الفلوس، أنا ما كاين والو دابا. شنو المشروع بغات نادية ديرو؟ إلا كان شي محسن غيعاونها ولا شي واحد غيساعدها؟ أنا إذا كان شي واحد، شي واحد غتعاوني، بغيت ندير شي حاجة ديال البيع والشراء، وبالأخص أنا دابا كارية، أنا ما يعني الاستقرار هو كلشي، أنا كارية ما عنديش الله غالب. ولاش ما جربتيش البيع والشراء؟ تبيع وتشري في الانترنيت انت بحال الناس؟ كاين الناس خصني نبيع وتشري، خصني راس المال، ما كاينش يعني كيبدا عا بشويه، وباقي حتى المعرفه حتى التجربه في الانترنيت باقي ضعيفه. خصك تكون
بزاف خصك تعرف في الانترنت عاد تقدر دير بحالك، عاد تقدر دير مثلا ديك البيع والشراء ديال الانترنت. سمعنا بلي استدعوك الدارك. استدعوني الدارك ومشيت عندهم وصافي، راه داكشي راه الملف راه في المحكمة. وتنقول للناس اللي تيقولوا الله بنا لا الحبس بنا لا كذا بنا لا كذا، راه خاص الانسان باش تكون عنده واحد الشخصيه قويه بحالي خاص يدوز بزاف المصاعب وبزاف ديال الظروف وبزاف ديال الحوايج وقعوا ليه في حياته باش يكون عنده بحال هاد الشخصيه هادي. كنقول لكم اللي تيبغى ليا الحبس واللي بغى ليا سميتو راه ما در هكاك حاجه بحال هكا ما كاينش عندي مشكل، غرام حتى مشكل ما كاينش عندي. الا بقى الحبس بوحدو دوزو على بناتي راه ما كاينش مشكل نهائيا، وانا راه ما داير حتى شي واحد شي حاجه باش نخاف. انا راه الا تنقولها للناس وتنعاودها، راه بنتي الا تعرى تعرى الفقر، اما الناس مسؤولين والجمعيات الحقوقيين راه عراو الشعب المغربي اكمله. الشعب المغربي كله عريان، البنت خلاوها هازه على حوايجها ود الدور تبيع في الحما فابور، والدري خلاوه مكالي لحياتو جالس يشوف وجالس تيكومونتي وتيهضر مبلي والله اعلم به. يعني انا تنقول الناس تعلموا ترحمونا، الله يرحم لكم الوالدين، راه اللي ما تيرحمش ارحم من في الارض يرحمك من في السماء. حنا راه فقط وليات، والناس اللي دايرين صفحه في الفيسبوك بسميتنا ديال مراكشيه حنا راه ما عندنا حتى شي صفحه في الفيسبوك. حنا يلاه اليوم صاوبنا صفحه، ما عند يلاه يلاه صاوبنا صفحه شي يومين هادي، ما عندنا حتى شي صفحه وما مسؤولين حتى شي صفحه، وتنقول ليه حسبي الله ونعم الوكيل فيك، وراه ما غادي تنال حتى شي حاجه فقط كدير الاشهار. طرلينا شويه وزاد على راسك. السلام عليكم خوتي المغاربه. المهم انا كندير واحد القناه سميتها نجم مراكشيه، ما تفعلوش معايا ناس باش كندير محتوى، انا غير فاش جات لي ما تفعلوا معايا وخرجت في المنابر وقلت لكم انا ما بقيتش نرجع داك المحتوى وما بغيتوش، وكاين اللي تفاعل معايا كاين اللي ما تفاعلش معايا، ولكن اغلبيه ما الناس ما تفاعلوش معايا وما رحمونيش وقالوا لي داكشي اللي راه غير بغيتي وما عندكش زعما ما عندكش شغل يا قاسم ما عندك ما يدار، وهذا ما كان. انا تنتمنى اخوتي المغاربه انكم تفاعلوا وانكم تحسوا بيا، حيت دوك الفيديوهات ما عمرني درتهم بغيت غير هكا. كنتمنى منكم تفاعلوني وكنتمنى منكم تبعوا في محتوى نقي، هادشي تنتمنى. والناس قال لها انت ماشي مزيانه ديري الحجاب ديري هذا، دارت الحجاب ولكن للاسف ما كاين حتى شي تفاعل نهائيا. دايره راضيه عليه ولا دايره على قبل؟ هي بغات ديرو، هي بغات ديرو، ما كاينش شي واحد غادي يدير راه الحجاب، راه حنا الله هذا راه ما غاديش نلعبوا بالحجاب الله يهديك. انا راه تنقولها انا تنقولها راه ما دايرهش شي حجاب، انا تنهضر على راسي، ما بنتي راه دارت الحجاب. حنا فقط كنتمنوا التفاعل ديالكم. الحجاب باش نقول درت الحجاب خاص تديا من هنا ما يبانوش، الا بغينا الحجاب خلينا من ديك انا راه ما تندير لا ماكياج لا والو، هكا وجهي دائما وهكا هكا هاد الفولار دايره دائما. باش نقول درت الحجاب خاصني نكون بزاف ديال الحوايج وصلتهم عاد نقول درت الحجاب. ما بنتي دارت الحجاب، حجاب عادي وماشي وما كاينش شي حاجه على قبل البوز. البوز عرفتي شنو هو البوز؟ هو الانسان يطيح في قلب الرحمه ويعاوننا كحاله انسانيه لا اقل من ما عمرو سول فيهم لا ما تسولش، ولكن تحدى يجمع يخرج في جميع الصفحات ويقول لي وجهني رد عليا ما كاينش مشكل نهائي. وكيشوفوا هما ما عمرو شافوهم انا كنت نديهم عنده والناس تيشوفونا راه عارفين شنو، ولكن دابا حاليا ما عندهم تيشوفوا ما تيشوفوا. شنو واحد المثل كتقول ليه قرعة الزيت مسكين؟ قرعة الزيت معلقة في كل بيت، يعني اليوم عندي وغدا عندك، زعما اليوم ضحكتي عليا ولكن غدا انت تقدر الله يستر الافة يوقع لك شي حاجة ومرتك ولا بنتك تخرج دير كثار ما عادش دارت بنتي. كلمة أخيرة شحال تقول؟ كلمة الأخيرة تنقول للناس الله يجزيكم بخير، حنا ما بينا لا روتين ولا صداع ولا مشاكل، حنا فقط بنا الدعم ديالكم، حيت حنا في المغرب تبارك الله باقيين كرامتنا تضحك على باش ناكلوا الخبز وعلى باش نتستروا. حنا بينا فقط واحد البيت واحد العش نتسترو فيه من الشتا والبرد فقط، حنا راه ما بينا حتى شي حاجه من غير هذا الشيء. فقط كنطلبوا الناس، انا كنقول لكم ناديه مراكشي كتقول لكم راه لا حول لها ولا قوه، عندها جوج بنات ومهرسه من ظهرها وباهم متخلي عليهم وكاريه، وبغيتكم تدخلوا عندي ناديه مراكشيه وتدعموني كيف مدعمين الناس اللي تيضلوا في العماريه، دعموني انا محتاجه لكم بيت الخبز بيت ناكل انا وبناتي وما عنديش. الكلمه الاخيره وشكرا للعبير، شكرا شكرا. الكلمه الاخيره هي انا ما عنديش صفحه في الفيسبوك، الصفحه ديالي راه غادي نبارطاجها معكم، ما تكون موجوده راه غادي نتلاقى معكم والله ينصر صدق.